تضارب كبير بالمعطيات المرتبطة بملف ترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية ترافقت مع الجولات اللي عم يقوم فيها الوسيط الأمريكي ديفيد ساترفيلد بين لبنان وإسرائيل. فبالوقت يلي كان فيه أجواء إيجابية بإمكانية حل الخلاف بين طرفين من حوالي شهرين، لاحظ المتابعين جمود بالملف لفترة قبل ما تنزل نسبة التفاؤل بسبب بعض التفاصيل يلي انوصفت بالضيقة والحساسة من قبل مصادر مطلعة على ملف المشاورات مع الوفد الأمريكي. خلال جولاته قدر ساترفيلد يحل أكثر من نقطة عالقة، منها المهلة الزمنية اللي طالب لبنان إنها تكون مفتوحة ومش محددة بست أشهر، وإصرار الطرف اللبناني كمان إنه يكون في رعاية من الأمم المتحدة للمفاوضات. لكن رغم الحلحلات، بعض الملف واقف عند رفض لبنان فصل ترسيم الحدود البحرية عن البرية بسبب التعدي الإسرائيلي ب 13 نقطة عم يطالب فيها لبنان، ويلي بتأثر بشكل كبير على ترسيم الحدود البحرية، بالإضافة لقضية أساسية وهي مزارع شبعة. الأمريكي دخل من أجل حل الخلاف اللبناني الإسرائيلي على أساس في البحر يعطي إسرائيل 360 كيلومتر، وفي البر يخضع الأرض اللبنانية للتفاوض بشكل أنه تستطيع إسرائيل أن تسقط الحدود القديمة وتنشئ حدود جديدة تعطيها أرض في لبنان تدعي أنه تحتاجها لمصالحها الدفاعية. الطرح الأمريكي يستثني مزارع شبعة ويركز على القسم الحدود الفلسطينية اللبنانية. نحن بالبر مش بحاجة إلى ترسيم، نحن بحاجة إلى تحرير أرض والعودة في الحال إلى مكان عليها في العام 2000. أما في البحر فلبنان بحاجة إلى ترسيم، بس المشكلة مع إسرائيل أنه نحن عندنا مرجعية لنقدر نرسم حدودنا البحرية، هي اتفاقية أوتاوا للعام 1982، قانون البحار، بينما إسرائيل لم توقع على هذا القانون وبالتالي ما عندها مرجعية. مصادر مطلعة على المشاورات أكدت لتلفزيون نشرة أنه الحكي عن تقدم إيجابي بالملف مش مزبوط، وهو عبارة عن تمنيات ومش مبني على معطيات جدية. أضافت المصادر كل شيء بعده على الآن عند نقطة الصفر، وبيبقى السؤال إذا بقي ملف ترسيم الحدود معرقل شو حيكون مصير النفط والغاز اللبناني؟ نادر عز الدين، تلفزيون نشرة. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.